وهي السابعة من عمرها، حيث كانت تشارك في برنامج الأطفال ماما سميحة. انضمت إلى الفرقة القومية للفنون الشعبية عن طريق الفنان كمال نعيم، وقدمت العديد من العروض للجنود على الجبهة في بورسعيد والإسماعيلية وغيرها من مدن القناة أثناء فترة الحرب، وكانت أول أعمالها السينمائية فيلم أبي فوق الشجرة، وتليها مجموعة متميزة من الأفلام والمسرحيات والمسلسلات، فهي نجمة دموع في عيون واضحة مع الفنان عادل إمام الفنان مشيرة إسماعيل. في عدد من الجامعات الأجنبية بالولايات المتحدة.